حسن سليمان الملقب بأبو فلة قاد حملة تبرعات بقيمة 11 مليون دولار وحبس نفسه في غرفة زجاجية في برج خليفة وأصر على عدم الخروج إلا بعد أن يجمع هذا المبلغ. وهذه الروعة يا جماعة في الإنجاز وفي وضع الهدف المنشود وفي تحقيقه، أصر على عدم الخروج إلا بعد جمع هذا المبلغ. وقد رصد هذا المبلغ 100,000 أسرة تأويها من برد الشتاء، سوف يقوم بتوزيع هذا المبلغ على هذه الأسر، وهو يعني ما نسميه بالعمل الإنساني والخير البحت، يعني لا يريد مقابل من وراء هذا المبلغ. وهذه الروعة في العمل الإنساني، لما أنت تقود عملية جمع تبرعات أو عملية إنسانية خيرية تقصد من وراءها فقط العمل الخيري البحت، هذا هو يعني نسميه القيمة الرائعة أو القيمة النبيلة اللي أنت بتقدمها في العمل في هذه الدنيا، ولا تبتغي إلا وجه الله في هذا العمل. فروعة أبو فلة أنه قصد نيته لله عز وجل، وقد يعني حقق له الله ما يريد وهو إنجاز هذا المبلغ 11 مليون دولار يا جماعة. طبعا قيمة المبلغ الذي تعهد بجمعه أبو فلة وقد حصل هذا يعني المبلغ حصل عليه، وخلينا أحكي لك يعني بعد معاناة، وهذه طبعا احتاجت إلى صبر ونفس طويل وجلد يعني من هذا الشاب الذي لا يبلغ من العمر يعني خلينا نقول 25 عام قد جمع هذا المبلغ. فالكثير من رجال الأعمال والأمراء والسادة الكبار الذين يمتلكون الملايين والمليارات ولم يقدموا ما قدمه هذا الشاب البسيط الرائع. وأنا شخصيا كيوسف بعتبر هذه الحلقة مميزة، لأنه أنا بحكي معك كلام يعني عفوي من القلب إلى القلب، وهذا يعني بصراحة ما علمني إياه يعني أبو فلة الرائع، أنه يعني هو عفوي، وسر نجاحه يا جماعة هي كانت بعفويته وعفوية أفكاره، وأنه كان هو يعني على طبيعته التلقائية، وهذا يمكن من أحد أسرار اللي كانت يعني حققت سرعة هائلة في نجاح أبو فلة وفي شهرته الواسعة. وخلينا نتكلم يعني عن أبو فلة بعض الكلام القليل واللي إن شاء الله يكون نافع لنا، ولكن بحكي لك يعني وبذكرك أنه أنت تشترك في قناتي تعجب بهذا الفيديو، وأتمنى يصل هذا الفيديو يا جماعة لغيرنا بل يصل للناس، لأنه هذا الفيديو هو يعني حقيقة يضرب أروع الأمثلة يعني في الأشخاص اللي كانوا في القاع ووصلوا إلى قمة نجاحهم، هو أبو فلة الشاب أبو فلة الرائع اللي طبعا ابتغى الأعمال الإنسانية والخيرية، واللي فعلا ربنا ما ساب هذا الرجل وأكرمه بهذا الكرم الرائع والنجاح اللي هو حققه في الأيام القليلة. لذلك أدعوك صديقي المشاهد أن أنت توصل هذا الفيديو لمية من غيرك، يعني بدنا 100 إعجاب يعني ليصل هذا الفيديو ويسمع الناس عن أبو فلة مين هو أبو فلة ويعرفوا يا جماعة، لأنه أنا بصراحة ما كنت أتابع أبو فلة وما كنت أعرفه إلا بعد هذا الحدث الهام والرائع يعني الكبير اللي يعني حصل شهرة واسعة وعالمية لهذا الشاب الجميل. وخلينا أحكي لك يعني أبو فلة هو شخص يعني كويتي من ولد الكويت، هو يعني اسمه حسن سليمان، طبعا يبلغ يعني في العشرينيات من العمر يعني 23 أو 24 عام، وهذا يعني كان بدأ من القاع يا جماعة من الصفر، يعني بيحكي لك يعني قصته أنه كان اللابتوب يعني للأسف سرق اللابتوب الخاص به اللي كان يمنتج عليه، وكانت أيضا كاميراته من النوع الرديء القديم، يعني كانت يعني ليست يعني بالجودة العالية اللي احنا بنصور اليوم فيها يا جماعة في الكاميرات وفي الجوالات، يعني خلينا أحكي لك بدأ من القاع، وكان تقريبا بدأ يعني من 1000 مشترك أو تقريبا يعني 4000 5000 مشترك يعني أذكره وهو صغير السن يعني حديث العهد. وهذا يا جماعة بيعطينا مثال من أروع الأمثلة، إنه يا جماعة اللي بده يوصل للقمة وللنجاح يعني لازم يذوق مرارة الرحلة مثل ما ذاق أبو فلة. وخلينا أحكي لك أيضا هذا يعني الشاب استطاع أن يجمع 11 مليون دولار يا جماعة، تصوروا أنتوا في أيام قليلة جدا، وكثير كانوا يعني يراهنوا على أبو فلة أنه مش حيقدر يجمع هذا المبلغ، وبالفعل جمع هذا المبلغ وأنجز يعني هذا الإنجاز الرائع. وأنا يعني من أشد المعجبين اللي أنا أصبحت بأبو فلة، لأنه هذا الرجل بعفويته وتلقائيته استطاع أنه يقدم إنجاز رائع وعظيم، أنه يا جماعة رجال الأعمال ما قدروا يحققوا هذا الإنجاز، حتى يعني المشاهير اليوم يعني ورجيني أو اعطيني دليل أنه اليوم واحد استطاع أن يقدم ما قدمه أبو فلة من المشاهير وأصحاب المليارات. للأسف هذا الشاب بعفويته وتلقائيته وروعته الإنسانية والخيرية استطاع أن يقنع المتبرعين أنهم يتبرعوا للاجئين، ويعني يكون سبب يعني بعد الله في كسوتهم بإذن الله في هذا الشتاء البارد.
وخلينا احكي لك يعني ابو فلة ايضا يعني هذا ليس العمل الخيري الوحيد، بل انه كان مثلا لما يوصل لاعداد معينه من المشتركين في قناته كان ايضا يقوم بتقديم مبلغ مالي، مثلا انه كان يزور الاطفال والمستشفيات، انه يتفقدهم ايضا، يتفقد احوالهم الصحيه ويسعون مبلغ مالي نقدي. ايضا لما وصل الجماعة تقريبا اذكر 15 مليون مشترك، قام يعني باهداء حوالي 15 سيارات للمتابعين من قناته. ان شاء الله انا يعني بحذو حذو يا جماعه. ايضا انا لدي مبادره يعني على حذو ابو فلة، ان شاء الله بتمنى ان تلاقي يعني قبول باذن الله. على حساب التنمين السيوس في الجماعه حقوم بمبادره انه حوالي 10 حسابات من الناس المبتدئين حساباتهم على انستغرام، اني اقوم طبعا باعلان يعني عن هذه الحسابات الخاصه بهم، خصوصا للمبتدئين يا جماعه اللي بيبداوا مثلا بزنس على حساب الانستغرام، او بيبدا يعني مجال معين او شيء معين يعني، او باسس يعني نفسه على حسابات انستغرام. انا مستعد يعني ان اقوم بالترويج لحسابه ان شاء الله على حساب 10 مينتس. يعني هذه مبادره يعني خيريه ان شاء الله، اتمنى ان تلاقي القبول. طبعا 10 حسابات يا جماعه، حنستضيف 10 حسابات هنعلن عنها على حساب الانستغرام يوسف طبعا، وانا يعني حرفق لكم رابط حساب الانستغرام 10 مينتس يوسف حتى انه انت تشوف هذا الحساب. يعني تقريبا عليه يا جماعه ما يقارب 42 الف متابع، يعني بامكانك ان شاء الله تستفيد منهم. يعني هذول المتابعين يكونوا متابعين، يعني بعضهم يكون متابع عندك ويتعرف على اخبارك وشو البزنس الخاص بك ومنتجاتك واتيفر كان نوع الحساب اللي انت بتقصده. اذا ان شاء الله هذه المبادره يعني هي حذو لابو فلة، مبادره ابو فلة الجميله اللي قام بانجازها، والحمد لله. يعني انا يعني يا جماعه يضرب اروع الامثله هذا الرجل، هذا الشاب، يعني بالانجاز اللي حققه العظيم اللي انا بعتبره من الانجازات الرائعه. لذلك يا جماعه يجب ان نحذو حذو ابو فلة في مبادرات الخيريه والانسانيه، كل يعني باستطاعته تمام وحسب مقدرته. وخليني اذكرك انه احنا دائما على قناه 10 مينتس احنا بنحكي عن موضوع الناجحين يا جماعه، وكيف يبداوا من الصفر وحبه حبه خطوه خطوه لما يصلوا لقمه النجاح. وانا بعتبر يعني ابو فلة مثال رائع يحتذى به يا جماعه، يقتدى به، انه بدا من الصفر، بدا من القاع، واجه صعوبات ماليه، واجه رفض من الاهل ومن والديه، ايضا الاجهزه المعدات غير يعني كانت للاسف لا يوجد لديه لا كان لابتوب، اجهزه قديمه بل يصور بها. فاليوم انظروا الى ابو فلة 23 مليون مشترك في قناته، طبعا يقوم برعايه اعمال خيريه انسانيه كل سنه، او يعني كل مثلا ما يوصل في قناته عدد معين من المشتركين يقوم يعني بتقديم جوائز وهدايا نقديه. فانا احذو حذو ابو فلة ان شاء الله، بتمنى المبادره هذه تعجبكم باذن الله تعالى. واللي حاب يشترك يا جماعه معنا في هذه المبادره يرسل لنا على الخاص انه عنده مثلا حساب انستغرام معين حابب يعلن عنه في حساب 10 مينتس يوسف، ان شاء الله انا حقوم باعلان عنه. وبتمنى هذه المبادره يعني تلاقي استحسان من الجميع، عشان هيك يعني انا بحكي لك انشر هذا الفيديو لغيرك، حاول تعمل اعجاب، اشترك في قناتي وادعمنا يعني باقل القليل. بتمنى ان شاء الله قصه ابو فلة تكون يعني لها اثر كبير في حياتنا وفي اعمالنا وفي انجازاتنا، ونقتدي يعني نحذو حذو هذا الشاب الرائع اللي حبس نفسه يا جماعه حوالي تقريبا 11 يوم حتى يعني يجمع المبلغ المطلوب. تحيه كبيره لابو فلة، وانشر هذا الفيديو لابو فلة واتباع ابو فلة، وبتمنى لكم يعني مشاهده رائعه، ويا رب الله يسعدكم ويوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.